فبيعيش نادي فالنسيا الإسباني فترة متوترة بعد تصاعد الصدام بين اللاعبين وإدارة النادي على خلفية قرار الأخيرة بإقالة المدرب مارسيلينيو غارسيا قبل نحو أسبوع، وتلقى النادي هزيمة كبيرة في ملعب الكامب نو يوم السبت اللي فات بخماسية مقابل هدفين بعد أيام قليلة من إقالة غارسيا وتعيين سيلاديس بدلا منه. وتطور الأمر قبل ساعات من مواجهة فالنسيا أمام تشيلسي اللي هتكون النهاردة في دوري أبطال أوروبا على ملعب ستانفورد بريدج، حيث رفض اللاعبون حضور المؤتمر الصحفي التقليدي واللي بيسبق المباراة برفقة المدير الفني ألبرتو سيلاديس. وكمان أجاب سيلاديس على سؤال الصحفيين حول حضوره لوحده في المؤتمر الصحفي وقال هو ليس بالوضع المثالي والكل بيعلم الأمور داخل النادي، ولكن حضوري بمفردي هو قرار اللاعبين. الحالة الصراحة يعني تخلي المدير الفني يصعب عليك وقاعد كده، واللقطات طبعا اللي حضراتكم شايفينها على الشاشه من صوره المؤتمر الصحفي امبارح ومدير الفني لفريق فالنسيا هو مش موجود جنبه اي لاعب من الفريق، فبالتالي الحاله مش هي احسن حال داخل اسوار فريق فالنسيا. ومباراه اكيد مهمه النهارده في دوري ابطال اوروبا، هنشوف النتيجه دي وهنشوف عدم الاستقرار الاداري والفني داخل الفريق هتكون بتصفر عن ايه في مباراته امام تشيلسي، فريق مستقر وفريق عنده مدير فني الكل شايف انه ممكن يكون بيأدي مباريات كويسه على مدار الاسابيع اللي فاتت مع مدير فني شاب لامبارد من اساطير الفريق البلوز. هنشوف باذن الله المباراه دي هتصفر عن ايه في كل التفاصيل اللي خاصه بيها يا يحيى. ان شاء الله يا مريان نشوف فعلا هتصفر عن ايه، خصوصا ان فالنسيا عنده مباراه مهمه جدا النهارده امام تشيلسي في بدايه كده، فنتمنى ان احنا نشوف كده ما يكونش المشاكل دي تؤثر على الكره الحلوه بقى. يعني مشاكلكم دي بقى بينكم وبين بعض، بس احنا عايزين ماتشات حلوه عايزين نستمتع يعني.